أمور نبأنا بها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في زمننا هذا الأخيرة محزنة، أولا قلة فقه المسلمين في الدين وتخلقهم بأخلاق الأعاجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم، حب الدنيا، سنتهم سنة الأعراب، ما أتاهم من رزق جعلوه في الحيوان، والمقصود هو المبالغة في الحياة". يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرما. ثانيا كثرة المال والتطاول في البنيان عندما سئل النبي عن أمارات الساعة قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. رابعا استباحة المسلمين لشرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يُعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير. خامسا كثره الزلازل وسرعه مرور الوقت والقتل الكثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. سادسا ضعف أمة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم.